مرحبا بك عالي. الله يحفظك لي الفودور. اخ مرة اخرى خاص يعاودي. ما حضرتيش الخاتم؟ شوف عرسي ما حضرتيش. ما حضرتيش الخاتم. نحشمانين حشمان وباقي ما تظلكش. نعم تظلكت حشمان وباقي ما تظلكش. والله عرضي عيني لوبنا. حسد هو اخر فيديو غادي يكون مع لوبنا، غتعرفوا السبب علاش. شحال صعيبه لحظه الوداع اللي بني. واش الفاميلا صافا عليكم؟ راني كنتمنىكم كامل كامل تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنىكم كتفرجوا في هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا مرتاحين وبصحتكم. كي غادي مع هذا البرد هذا، كل واحد يكتب لي المدينه ديالو، نشوفوا المدينه اللي عندهم البرد بزاف. بغيت نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي غيكون عرضي عين لوبنا. حنا الكل اللي كتشوفوا معايا مؤخرا في ستوري في انستغرام وفي الفيديو الاخرين، عرضي عين لوبنا حتى هو اخر فيديو غادي يكون مع لوبنا. غتعرفوا السبب علاش، وغتعرفوا يعني شنو العلاقه اللي بينه وبين لوبنا، وغتعرفوا بزاف الحوايج في هذا الفيديو. بزاف الناس كيتسائلوا بزاف الناس كيتسالوا يعني شنو العلاقه اللي بيناتكم، شنو هادي، شنو كاين دن دن. حتى هذا اخر فيديو، اخر نهار غتكون معنا في لوبنا. داكشي علاش بغينا نوضحوا لكم بزاف ديال الحوايج. المهم بقاو في لا فيديو باش تشوفوا شنو كاين، ونشوفوا العراضه كيفاش غدوز مع طالي لوبنا. شوفوا واش غيكون في هذه العراضه اللي معايا طالي معايا طالينا فيها. غنكون انا الكليكه ديالي كيف ما قلت لكم اللي كتشوفوا معايا ديما. وصافي شي بغيت نقول لكم خليكم مع لا فيديو وخليكم مع التفاصيل وغتعرفوا بزاف ديال الحوايج. الو دابا حنا اللي وصلنا. ها هي دور دور الجرح والجرح. ها هي سلمى و لبنى و زينة في انتظار اخرهم. هاي دابا بدات كتستقبل فينا لبنى بالعواصير وداك الشيء. مرحبا بك عالي. الله يحفظك ليا الفودور. بسم الله. أشتري ما عرفتي. انت شوف راسك، انت شوف راسك. هادشي غير الخاتم. يلا انا طلعت لعبه ديال الماتش. غادي تقول لي اسمعوا لي على ناوي. ما تقلتي هذا نحشمانين. حشمان وباقي ما تظلكش. نعم تظلكت حشمان وباقي ما تظلكش. والله تتظلك. ايوا الحشمه ديال والو كيما ما كاينش. انا غنولي على الوالده وما يمكنش ما يمكنش نجلسوا ذا بخور. ما يمكنش الله يخليك. ضروري خاصهم يجلسوا. انا وحده راه 20 ويصال بهجه عجيبه كاينه. مين كيغندير؟ فريده من نوعك. المهم هاد الحلوى مصايبه لوبنا. لوبنا حدا كيتو تعرفي تصاوب الحلوى. لا ماشي مصايبه. فضوحه مسكينه. ما فيهاش مصايبه. ضاع عزك النعاس.
ماكياجها مش مسكين. تلحقت بينا اخت خديجه واخا الاخر لحظه ما نستطاعش معها لا بحي حسب ما لا علاش انت اللي ما بغيتيش تعطلتي عادي شنو عاد باش تدعي لك والبخور كيطلع ويلي 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 مات الغوش الصديقة ديال لوبنا ويسال ويسال عاد تلحق بينا سي سفيان قال لي كون عام سيدي كان خدام شوف راه تخلص الفالطه غدير لينا نهار وغتجيب لينا هاد الشيخات اللي هاد العاونيات كانوا اليوم وغدير لنا الحلوى ولا كلاص راه بعد خاصك باي باي حبيبتي شكرا لا خاصك تخلص الفالطه ولا لا خاصك تخلص الفالطه خاصك تخلص مره خاص يعاود ما حضرتيش الخاتم شوف عرسي ما حضرتيش ما حضرتيش الخاتم شي قفاسه ديالو مش قولي لي شطحنا درك انا ان شاء الله تهنا العرس يعني غادي نكون انا غادي نكون انا ما حضرتيش اليوم تكبرتي عليا وجيت عطاني هضرك يهضر حتى ورا الكاميرا حتى ورا الكاميرا حتى الكاميرا ما يهضروش انا مستعد شوف انا غير خصني نجيب لك وحيد هنايا وسط الجو النسوي ها وخريت انا صراحه بيني وبينك ما كنتش اصلا ناري قال لكم ما كانش باغي ودابا حان وقت العشاء يلا مرحبا بيا بالناس مرحبا بينا انت قول لي مرحبا بكم كاملين قول لي مرحبا بكم كاملين ان شاء الله من هذه السنه غتجمعوا معايا الدنيا هانتوما شوفوا الصواب كي داير انت غتشطب دروج الصواب كي داير انت غتشطب دروج حنا لحقنا الخبز هاد البيض ماطيش باقي كاع مسخناه ماطيش والبيض ماشي البيض شعري مجموع صاحبي اهم حاجه المهم بصح عرفتي شنو بسطيله ديال الحوت ديال الدجاج طلعنا في راسنا اهم حاجه هي درتي اهم حاجه باقي شعري ما لا عادي توحشت الدجاج بسطيله ديما بسطيله بسطيله اللهم دابا الدجاج تبارك الله على الطباخه انتي مطيبه ياك هي اقولي اقولي ازعم اقولي دابا حان وقت الطبق الثاني اللي وجدت فينا لوبنا مرحبا بكم انظر لكم كاميرا واش انتي مطيبه ياك وجدتنا من عندك نعطيك انا صحه وراحه زينب نعطيك ستنا ليش؟ أكد فيديو ما تصورش بصحة وراحة ضحى بصحة وراحة خديجة بصحة وراحة سلمى بصحة وراحة أخويا شكرا عادي تتحيد الميك دابا حان وقت الديسير وخديجة كتحيد لينا في السلوفة قول لك تاوع لي مرحبا يلا مرحبا بينا مرحبا بكم هاكاك قلتي علي راك ناكل دابا كيف تترس؟ دابا شاد عليك انا شاد علينا مدور لنا الكاميرا حنايا وايا ديك عندكم زعما تدور لنا الكاميرا حنا ها هي ها هي ضحى قالت لكم باش تبان يلا صافا شوف شوف اطلقت فيها والو احبس غا احبس دابا حان وقته اتاي الاخ سفيان كيعطي الاخت ضحى والاخت خديجه اتاي هاك السعلي انا متاكد مليار في المية بانك انت اللي غادي تكون سبب هكا لوبنا الزئاتي شحال صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع شحال صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع روحوا قولوا لها المحبة ماشي دراع اللي عمره ما شرب عمره ما باع واللي حبه مبني على الخداع انساها قلبي لي ما ترجع روحوا قولوا لها محبة ماشي دراع اللي عمره ما شرب عمره ما باع واللي حبه مبني على الخداع أرغب الفاميلا بهذاك كنكون وصلنا لنهاية الفيديو من هذه النهاية نيت بغيت يعني نوريكم ولا نقول لكم العلاقة اللي كتجمعني مع لوبنا حيت بزاف كيسولوا في انستغرام واش نتوما مخطوبين واش نتوما بيناتكم شي غولاسيون شي حاجة بحال هكا اللي حنا ما بيناتنا والو الناس كيسولوا بزاف لوبنا أنا عزيزة عليها وهي عزيزة عليا بيناتنا غير علاقة الصداقة وداك الشيء حنا ما بيناتنا والو وصافي شي كتشي اللي كاين عطيتيني خاتم عطيتهاش لا لا ماشي راه كاين اللي كيعطي خواته او صافي شي بغيت نقول لكم بلي حنا بيناتنا والو حنا كما قلت لكم مزال قضياتنا وهذا غيكون هو اخر فيديو غتبان معايا فيه لوبنا حيت لوبنا غتمشي لاوروبا اخر فيديو
مازال ما يجيو غنبان. لا لا غير في هاد البيريود هادي دابا يكون تقريبا اختصاص بقى شي عام. وبما انها غتمشي جمعتنا اليوم كاين انايا وكاين المهم كاين صحابنا كاملين كتشوف معنا في الفيديو قلت لكم واحد واحد كاين لي زامي ديالنا كاملين جمعتنا اليوم تبارك الله شو دارت لينا الشيخه جاتنا الشطيحه الرضيحه وكذا وداك الشيء. الشيخه ماشي غير دارتهم ضوحه العونيات جيتي يوم ضوحه. لا شكون جابها؟ انا؟ اجا الريوس هما جابتهم سلمى جابتهم سلمى. اول شيء بغيت نقول لكم بون حنايا راه ما بيناتنا والو صافي شحال قلت لكم مره وحس في دوك التصاور في انستغرام وداك الشيء غير تعزز على بعضياتنا وحنا صحاب وداك الشيء ماشي عليا اش كنصور دوك التصاور. المهم حنا تلقينا بعضياتنا يعني مشاغبين مزوج عندنا نفس العقليه عندنا نفس التفكير نفس داك الشيء كنبقاو شادين النميمه لا غير وصافي هادشي اللي كاين. بغيت لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم في هاد لا فيديو وكنتمنى تكونوا نشطوا معانا وداك الشيء وغتوحش قلوبنا بزاف هي غتوحشنا عارفه هي غتوحشني وصافي سي بغيت نقول لكم وان شاء الله غادي نديروا ماغيز بلونش وغتصاوب لي ورقات وغنجيب لي هذا غادي انا اصلا غنمشي لاوروبا بلا بها يعني انا اصلا غادي انا فتحت راسي كاع في هذه اللحظه واش بغيت نقول لكم تصبحوا على خير تصبحوا على خير عطيني جوج سيمانات وغيمشي نقدر ما ندوزش اللقطه لا اصلا باقي لي ماشي جوج سيمانات وصافي كما قلت لكم هذا هو اخر فيديو مع لبنان لبنان صافي غتمشي اوروبا غتبقى تما واحد عام وزياده عاد غترجع لينا هنايا وصافي نبي مكتبه ديال لا فيديو لا لا راه وصافي شوف نقول لكم صحه على خير فريمون داز واحد النهار اللي زوين بزاف شكرا لوبنا حد جمعتينا شكرا سلمى حد جيتي شكرا خويا سفيان حد جيتي شكرا على الكادوات شكرا زينب شكرا اختي خديجه